رح نروح لفقرتنا الاجتماعية. مثل ما بنعرف هاي الأيام الحلوة، الأيام المباركة، أيام الأعياد، دائما بندور هيك فيها على كثير من المحبة، كثير من الود، وأكيد التواصل الاجتماعي والأهم مع العائلة. هاي الأيام مثل ما بيقولوا أي واحد زعلان لازم يصالح الثاني، وخصوصا صلة الرحم. مثل ما بنحكي قد ايه ممكن هاي الأيام تحمل مثل ما بيقولوا مفاتيح للراحة النفسية، قد ايه ممكن تخلي هيك نبتعد شوي عن المصلحة، عن المادية، قد ايه فينا نطبق هذا الحكي بالواقع يا هايدي؟ صحيح يا سلمى، مثل ما ذكرتي يمكن للأسف نحن اليوم عايشين بعالم فيه من المصلحة والماديات، ولكن بعض الناس يمكن لسه محافظة على جوهر، محافظة على هي العلاقات إن كانت الأسرية أو حتى الاجتماعية. اليوم رح نوضح أكثر عن هذا الموضوع، خصوصا إنه الأسرة هي البوصلة لكثير منا، ويمكن بمساره ومبادئه وأسلوب حياته وطريقة تعامله مع الأشخاص اللي حواليه. فكيف ممكن اليوم نجعل من هي الأيام المباركة يعني مساحة لحتى نرمم الشيء اللي هملناه أو تناسيناه بالأيام الماضية، إن كانت بعلاقاتنا الحياتية أو الاجتماعية؟ تفاصيل كثيرة رح تخبرنا عنهم ضيفتنا لليوم الدكتورة تغريدة مسلم، أستاذة علم اجتماع في جامعة دمشق. أهلا وسهلا دكتورة، وكل عام وأنتي بخير. صباح الخير، وكل عام وانتم بخير. يسعد صباحك دكتوره، وينعاد عليكي. خلينا نبلش على اهلي. تسلمي دكتوره، خلينا نبلش مع حضرتك. اليوم مثل ما بنعرف حياتنا بشكل عام تغيرت، صار في كثير مسافات بعيده بيننا وبين يمكن اقرب الاشخاص مننا. صحيح معنا كلياتنا موبايل عم نتواصل فيه، ولكن هذا الشيء زاد من حدة المشاكل، من حدة التوتر، من حدة الغضب، حتى الجفا صار أسهل إنه الشخص يجافي الثاني لأنه ببساطة بيتجاهله، إن كان على مواقع التواصل الاجتماعي أو بالحياة. كيف فينا نحارب هيك، أو فينا هيك نوقف بوش هاي الحياة المادية اللي صارت موجودة هلأ؟ صحيح، الحقيقة أنه كل المظاهر السلوكية اللي نحن عم نعيشها عم نلحظها بتأكد أنه نحن في تغير، يعني المجتمع يسير نحو التغير، والتغير أمر حتمي لابد أن نقر به. لكن أنه ياخذنا التغير للشيء السلبي أكثر من الإيجابي، هون لازم يكون في وقفة ونرجع نعيد النظر بسلوكياتنا، بقيمنا، وبكل تصرفاتنا. فالأسرة مثل ما تفضلتي هي البوصلة، هي أساس، هي النواة الأولى لمجتمع يكون مجتمع قوي ومجتمع صالح. لما عم نلحظ هالسلوكيات كلياتها، أو خلينا نقول المعايير الخاصة بقيمنا عم تختلف أو عم تجنح لشيء أكثر، مثلا نحو المادية عم نشوفها بالفعل هيك، يعني في عندي تغيرات كثيرة حصلت على المجتمع، التسارع اللي نحن موجودين فيه، التكنولوجيا اللي دخلت، الظروف اللي عم نعيشها سواء ظروف اقتصادية وأثار نفسية مسقلة بها النفس، هاد كله بيؤدي إلى أنه يكون في عندي العضو ضمن هالأسرة، وهالأسرة إذا ما كانت قوية رح نشوف انه هي ضعضعت وضعفت. فلذلك نحن عم نشوف ايه في تغير وفي جنوح نحو خلينا نقول الماده، او خليني اقول مركز القوه بدا ياخذ نحو الماده هي معيار القوه وليس الاخلاق او ما كنا معتادين عليه او ما تربينا عليه. تمام دكتورة، بتلاحظي بالفترات الأخيرة العلاقات الاجتماعية عم تتقلص لحتى يمكن تقتصر على الأسرة الصغيرة؟ بتلاقي كثير من الأشخاص ما بدهم يكونوا علاقات خارجية مع الأشخاص يلي حواليهم، قد ايه هذا الشيء غلط؟ خلينا نوضح هذا الموضوع ونعرف قد ايه التربية في دور بالموضوع. صحيح، العلاقات كل ما عم بتضيق وتنحصر، يعني خلينا نقول تتقلص هالعلاقات، عم تصير ضمن الأسرة الواحدة، حتى ضمن الأسرة الواحدة عم نشوف يعني العلاقات كمان عم تتقلص أكثر وأكثر، يعني بيكونوا اثنين ضمن الأسرة قاعدين بنفس المكان لكن كل حدا بعالمه الخاص. اللي أتت فيه التكنولوجيا واللي نحن يعني خلينا نقول الضغوط الموجودة عم تخلي إنه يعني المقاومة بأقل درجاتها. بنيجي للأسرة والتربية اللي عم تقولي عليها ودور التربية، بنشوف إنه التربية يعني بدأت كمان إنه نشوف فيه يعني قيم معينة تحل محل قيم معينة، أو مفاهيم عم بتحل محل مفاهيم، وضوابط عم تتراجع، وعم يكون في تنازلات
لبعض المعايير على حساب بعض المعايير الأخرى. فمنشوف دور اللي كان سابقا الأسرة عن السلطة هي لرب الأسرة، هو مزود بالمعلومات، هو مزود بكل المعرفة للأسرة. حاليا الأدوار ضمن الأسرة عم تختلف وعم تتجه باتجاه آخر، حتى مزود المعلومات ما بقى هو الأب أو رب الأسرة، عم نشوف لا صار في مصادر تانية. يعني الأبناء عم يكونوا لهم دور كتير كبير، خاصة بالتطور اللي نحن عم نعيشه والتكنولوجيا ودورة عم تخلي إنه المعرفة بيد الأبناء أكثر من الآباء. هذا بيعني تزعزع السلطة الأسرية واللي نحن حاليا نفتقدها، وهذا يعني من مبادئ بالتربية. يعني التربية أنا مو فقط إني يعني ابعته على المدرسة أنا ربيته، لا أنا بدي ربي على أسس تكون ثابتة. شوي قلنا إذا كان عندي هالأسرة أو أفراد هالأسرة عندهم ثوابت في تربية وفق لثوابت قوية، نحن رح نشوف كل العوامل، كل المتغيرات، كل الضغوط رح يخف، رح يكون تأثيرها بالحد الأدنى. لكن أنا لما هالثوابت هي بتتضعضع، يعني رح أشوف إنه لا صار في ضعف وهشاشة، وبيلحقوا هذا الشيء تغير بالقيم وتغير بالثقافة. يعني سابقا كنا نشوف في عنا الأب أو المثل الأعلى أو القدوة، هذا أي مشكلة صغيرة أو كبيرة هو له السلطة، هو له الكلمة الأخيرة بأنه يحل هالمشكلة. حاليا يعني لا كبير ولا غيره له سلطة. صحيح دكتورة، خلينا نحكي عن شيء كتير مهم وعم نشوفه بحياتنا بالوقت اللي عم ندور فيه لحتى تتوضد مثل ما بيقولوا العلاقات الاجتماعية والأسرية. في عنا مفهومين متناقضين صاروا بيوجه بعض، المحبة الغير مشروطة والمصلحة. صحيح. مثل ما بيقولوا هذا الزمن بينحكى عنه أنه زمن المصالح، يعني المحبة فيه ما عادت غير مشروطة، أصبحت مشروطة. صحيح. أنا بحبك لأني بستفيد منك. صحيح. أنا بحبك لأنه أنت بتدعمني على السوشيال ميديا، بتعطيني لايكات، بتقوي لي جمهوري وما إلى ذلك بكل مناحي الحياة. مين محبوب صرنا نقيس قديش هو محبوب بقديش عنده متابعين ومشاهدين وما إلى ذلك. هذا الوقت قديش صعب إنه نحن نرجع فيه للمحبة الأصلية، العلاقات الاجتماعية الأصلية بعيداً عن هي المصلحة اللي صارت موجودة. الوقت صعب كتير إنه نحن يكون، لأنه نحن أساساً لما بكون أنا عم ربي على المشروط رح يكون في عندي نتيجة مشروط. فأنا لما المحبة ما في يعني معيار المشروط لا يتوافق مع كلمة محبة. فأنا بحبك لأنه قديش بتعطيني وقديش الفائدة، هون ما بقى اسمها للأسف هي ببلشوا فيها من الأولاد الصغار. من الأولاد الصغار يعني بتعمل هذا الشيء رح يكون رح أدي يعني هذا المقابل له. صحيح الثواب والعقاب والمكافأة ضرورية، لكن بحدود، إلى ضوابط، إلى معايير، وأعرف إمتى أستخدمها والمعيار اللي على أساسه بدي أنا أستخدمها. أما إذا بدي أخذ يعني كل شيء مقابل شيء، فنحن ما ننسى ابدا انه اولادنا هن معيار، هن مرايتنا. كيف بتحب يكون مرايتك، كيف بتحب تكون انت بنهايه العمر، انت هلا عم تاسس لها. فلذلك لابد انه نرجع ونعيد النظر بسلوكياتنا اللي نحن عم نقوم فيها ومنعتقد انه هي من التطور. الحقيقه لابد من العوده لسلطه الاسره، لسلطه رب الاسره، لانه نحن مجتمعات غير مهيئه لانتقال السلطه للابناء. طيب اليوم نحن كيف فينا نستثمر هي الأيام المباركة لحتى نحافظ على علاقاتنا الاجتماعية، ويمكن لحتى نخلي الجانب الإنساني والاجتماعي هو من الأولويات والأساسيات اللي لازم تكون موجودة بحياة أي شخص فينا؟ نرجع للأسرة ولرب الأسرة وجمعة الأبناء والتواصل مع العيلة الكبيرة وتبادل الزيارات والمحبة واللقاءات والحوارات ضمن الأسرة وضمن الصغيرة والأسرة الكبيرة. هذا بيخلي إنه نرجع نزرع بهالأبناء بذرة إنه المحبة اللي هي بدون مقابل، اللي هي إنه نحن لازم نضل نتواصل، والمعروف إنه نحن والموثق إنه لما أنا بدي أزرع قيمة بأبنائي بدي يكون أنا عم مارسها. فهون لما منجي نحن كأسر منمارس هالقيم ومنقوم بهاللقاءات، هاد بالشكل الروتيني رح نكون زرعناها زراعة صالحة عند الأبناء ورح نشوفها فيما بعد. أكيد دكتورة تغريد، وحضرتك على تماس مباشر مع أجيال مختلفة، ومنا أهم شيء جيل الشباب اللي حضرتك موجودة معهم بالجامعة اليوم.
أكيد عم تشوفي تغير حتى طريقة التعامل بين هذا الجيل، قد ايه تأثر القدوة عنده، خليني أقول اتجاهاته. يمكن سابقا كنا بنعرف كل شخص بيدور شو رح يكون المهنة له طبقا للأكاديمي، الشيء الأكاديمي اللي عم يدرسه. هلأ حتى هذا الشيء صار مختلف اليوم، كيف عم تحاولي توجهي شوي البوصلة لشبابنا بهذا الوقت؟ صحيح، اللي عم نلاحظه على الشباب بالفعل انه قدوة يعني تراجع دوره، ما عادت موجودة القدوة، قدوته هو عم ياخدها من الفضاء الكبير وهو عم يكون بقى القدوة اللي بتناسبه. وهذا طبعا هون يعني أنا ما بقول إنه غلط، التطور موجود والتغير لابد إنه يكون موجود، لكن أنا هون بحتاج إلى يكون في موجه بحيث إنه أنا ما يكون في جنوح لهالشباب أو لهالأجيال الجديدة إنها تجنح بالكامل لثقافة أخرى. فنحن بدنا نرجع دورنا كمعلمين، كأرباب أسر، كموجهين، ككل حدا بمكانه بالمجتمع، كإعلام بمكانه بالمجتمع، بحيث إنه يكون يعني يسند هدول الشباب ويقوم سلوكهم أو يرجع يخلينا يوجه البوصلة باتجاه القيم، باتجاه الثوابت اللي نحن متربينا عليها بثقافتنا وبحضارتنا اللي هي ما زالت مستمرة من أجيال عديدة. فلذلك منشوف نحن بالفعل إنه هالشباب يعني عم تجنح إنه للمادة والقيمة. سابقا كان اللي عنده العلم هو يعني اللي له القيمة بالمجتمع. صحيح. حاليا شو معك انت قيمتك بتساوي قديش انت معك، وما طرحته التغيرات والظروف اللي حدثت مؤخرا او بالسنوات الاخيرة عم نشوف بالفعل اللي هن يعني عم يكونوا الاقوى او عم يحققوا بروز اجتماعي وحضور اجتماعي هن بقدر ما عندهم، وهم ليسوا بأصولهم، يعني ما أصول عندهم هذا الشيء، وإنما حصلوا على خلينا نقول على هالمال وهالسلطة المادية أو هالقوة المادية اللي حصلوا عليها بشكل غير شرعي. هون عم يجي الشباب ويقارن إنه أنا العلم شو بيعمل لي تجاه هدول اللي هني ولا لا علم ولا شيء وهن حصل. يعني هاي فعلا مشكلة عم نواجهها ومعضلة حقيقية، إنه عم نشوف كل الشباب إنه أنا يعني إيه وعلم شو بدي. حتى ولد صغير تسألي أنت شو بدك تصير، يعني ما بده بقى علم، بده شيء شو بيحقق له حضور، شو بيحقق له قوة، قديش هو ممكن يكون عامل وزن بالمجتمع. عم يقارن هالشي بقدر إنه قديش أنا عندي مادة، وهذا غلط. لابد أنه نرجع نحن كأسر نرجع نقوم نوعا ما ونوقف جنب أبنائنا بحيث أنه نوجههم الوجهة الصحيحة. اللي حصل بشيء سريع بده يروح بشكل سريع، أما اللي بنى على أسس قوية هذا هو اللي بده يستمر. طيب كيف اليوم فينا نحافظ نحن على علاقاتنا الاجتماعية مع الأشخاص اللي حوالينا، مع الزملاء، مع الرفقة، بأي مكان نكون موجودين فيه، نحن كيف ممكن اليوم نكون علاقة صحيحة بعيدا عن أي مشاكل ممكن تصير؟ العلاقة الصحيحة اللي أنا بدي كونها بدها تكون أنا شو هي الأشياء، محدد ما هي الأشياء اللي أنا بدي إياها، شو معاييري، شو ضوابطي، يعني أنا وين حد التنازلات اللي ممكن أقدمه وممكن أسمح فيه. على هالأساس أنا ببني علاقاتي. العلاقات ليست يعني ما بتنبنى على أنه طرف يحقق منفعة على طرف، وهون رجعنا للمقابل. أما العلاقات الصحيحة اللي هي أنه الطرفين يقدموا لكل طرف يقدم، وهون هون لما بيكون عندي كل طرف عم بيقدم، هون رح التقي عند نقطة بتحقق منافع أو رغبات الطرفين. هيك بيكون عندي أنا علاقة اجتماعية، ومهما كان نوع هالعلاقة بتكون بالفعل علاقة صحيحة. يعني لابد أنه نحن ندرس ما هي الغاية وما هي الحاجة، يعني شو الحاجة وشو الهدف اللي أنا بدي أوصل له. على هالأساس أنا ببني علاقاتي بشكل صحيح، وما تكون المنفعة من الطرف هي السائدة. صحيح دكتورة. قبل ما نختم حديثنا واليوم نحن عم نحكي عن أيام مباركة، أيام العيد، وطالعين أساساً من شهر كلياته روحانيات ورحمة، كيف فينا نضل محافظين على كيف دربنا حالنا خلال هذا الشهر أنه نكون صبورين، أنه نأخذ من هذا الشهر القيمة الحلوة ونضيفها لنفسنا، كمان نستمر بهذا الشيء بالعيد وما بعد العيد؟
صحيح، يعني شهر رمضان بفضائله الكبيرة بيرجع لحتى يذكر الكل إنه نرجع لقيمنا الأصيلة، نرجع لعقيدتنا اللي نحن تأسسنا عليها، ونرجع نقوم من سلوكياتنا. هذا الشيء مو فقط بالشهر الكريم، وإنما بدنا إياه يكون على طول العام، طول على مدى الأيام اللي نحن عم نعيشها، نرجع يعني قيمنا نوعا ما نرجع نضبطها، أو نرجع نمتثل لها، ونقدر الإمكان نلغي كل المؤثرات، يعني الضغوط والمؤثرات النفسية الداخلية والخارجية كلها نحد منها، ونكون نوعا ما أقوياء. صح. نخفف من الهشاشة اللي نحن عايشينها، ونرجع نتوازن ونمشي بشكل صح، هيك نحن رح يكون في ورانا جيل صح. أكيد. بالختام موضوع كتير مهم، بدنا نشكرك كتير الدكتورة تغريد مسلم، أستاذة علم اجتماع بجامعة دمشق. شكرا لك ولوجودك معنا لليوم دكتورة. شكرا لكم، كل عام وانتم بخير، وجميع المشاهدين بألف خير. ينعاد عليك بكل خير. شكرا لك دكتورة. عليك يا رب.